السلام عليكم، طالب اولى ثانوي، اهلا بيكم. معاكم دكتور مصطفى علي. باذن الله في الفيديو ده هنبدا نحل مع بعض اسئله الكتاب المعاصر، الاسئله ام سي كيو. كنا نزلنا ليكم فيديو شرح على اوت سيشن خالص، اللي هو الفيزيكال ميجرمنت والبرفكسس والدايمنشنال فورمولا. الشرح مهم جدا، لازم تسمعه علشان تقدر ان انت تحل الافكار والاسئله. تمام. طبعا الاسئله برضو هتكون مهمه ومفيده بالنسبه لكم، لان انتوا عارفين ان الفيزكس الماده الوحيده اللي انت كل ما هتحل فيها كتير وتتدرب على الافكار هتظبط معاك وهتقدر ان انت تحل فيها كويس. خلاص. نسمي الله ويلا نبدا مع بعض. اول سؤال، اول سؤال هنا بيقول لك the fundamental quantities of the following are. المفروض ان احنا كان معانا الفيزيكال كوانتيتيز عباره عن حاجتين، في الفاندمنتال فيزيكال كوانتيتيز وفي كمان الدرايفد فيزيكال كوانتيتي. تمام. طيب ايه الديفرنس سريعا كده بينهم؟ المفروض ان الفاندمنتال فيزيكال كوانتيتي ديت كانت بي ديفايند فروم انذر فيزيكال كوانتيتي، ما ينفعش اطلعها من اي فيزيكال كوانتيتي ثانيه. تمام. لكن الدرايفد فيزيكال كوانتيتي ديت المفروض ان هي كان بي ايه؟ كان بي ديفايند، ممكن اطلعها من الفاندمنتال فيزيكال كوانتيتي. كان معانا 3 فيزيكال كوانتيتيز تبع الفاندمنتال، كان في اللينث وفي الماس وفي التايم، لكن اي حاجه غيرهم كانت ريبريزنت ايه؟ الدرايف. تمام. تعالى بقى نحل السؤال. هو بيقول لك هنا انا عايز اعرف ايه الفاندمنتال. طيب الفاندمنتال مين؟ قلنا لينث وماس وتايم. تعالى نقرا كده الانسر ونشوف. هنا في لينث تمام، بس الاريا ما ينفعش، يبقى اول واحد غلط. بي مديك هنا الفيلوسيتي ومديك هنا الاكسلريشن، الاثنين ايه؟ ما ينفعوش فاندمنتال. سي مديك هنا الماس تنفع لكن الفوليوم ما ينفعش، يبقى ما تنفعش برضه. دي مديك هنا تايم ومديك ايه؟ الماس، يبقى فعلا التايم والماس من الفاندمنتال، يبقى الانسر عندك ايه؟ عندك دي. تمام؟ نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لك عايز اعرف الدرايفد كوانتيتيز. الدرايفد فيزيكال كوانتيتي اي حاجه غير اللينس والماس والتايم. طيب انت لو جيت تشوف هنا فيلوستي ديستانس تايم، معاك انت ايه؟ الفيلوستي ديت هي درايفد، لكن الديستانس والتايم انت هتقول لي ان الديستانس دي فاندمنتال ولا درايف؟ انت ارجع لليونت بتاعتها. انت مثلا معاك الديستانس اليونت بتاعتها بايه؟ بالمتر. طيب اللينس اليونت بتاعه بايه؟ بالمتر. متر ومتر يبقى الاثنين زي بعض شبه بعض، يبقى الاثنين ايه؟ فاندمنتال. يعني الديستانس فاندمنتال والتايم فاندمنتال، يبقى الاثنين فاندمنتال وعايز يعرف الدرايف. في واحده درايف واثنين فاندمنتال، يبقى اول انسر ده ما ينفعش. طيب بي معاك الماس ديت فاندمنتال، يبقى من غير ما اكمل ايه؟ ما ينفعش. طيب سي مديك الورك، الورك تمام درايف، لكن مديك الفورس بعدها برضه نفس الكلام درايف فيزيكال كوانتيتي. مديك هنا ديستانس ولسه قايلين ان الديستانس ايه؟ فاندمنتال، يبقى ثالث واحده ما تنفعش. اخر واحده في فورس، في فوليوم، في دانستي، الثلاثه فعلا ايه؟ درايف. خلاص. نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك ذا سويتبل تول فور ميجرينج ذا لينث اوف ا روم. انت عايز تعرف التول من الاربعه دول اللي هم بتوع اللينث، بس عايز تعرف الحاجه اللي سويتبل المناسبه لمين؟ للروم. انت اكيد مش هتعمل بايه؟ مش هتيجي مثلا علشان تعرف اللينث للروم تستخدم ايه؟ رولر، اكيد ما ينفعش. طيب هتستخدم الميتر تاب، المتر الشريط بتاعك ده فعلا ممكن ينفع. تمام؟ اكيد مش هينفع تستخدم الفيرنيا ديت، ومش هينفع تشتغل بيه المايكرومتر. خلاص كده؟ في السؤال اللي هنا بيقول لك the suitable tool for measuring mass. انا عايز اعرف التول المناسبه للماس، بس الماس بتاعت ايه؟ بيقول لك جولدن رينج. طيب انت عارف ان الجولدن رينج الذهب دوت بتقدر ان انت تعمل له ميجرمنت بحاجه اسمها السنسيتيف ايه؟ بالانس، صح؟ يبقى اكيد اول واحده ما تنفعش، ثاني واحده ما تنفعش، ثالث واحده ما تنفعش، السنسيتيف بتاعك هو اخر ايه؟ هو اخر واحد. خلاص؟ السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ the common feature in French we French system we British we المترو. انت عارف ايه؟ انت عارف ان الفرنش دوت كان السامبل الاختصار بتاعه ايه؟ سي جي اس. يعني ايه سي جي اس؟ سنتيمتر وجرام وسكند بالنسبه لللانس والماس والتايم. طيب بالنسبه للبريتش، البريتش ده كان الاف بي اس، اف اللي هي الفوت والبي الباوند والاس اللي هي السكند. طب بالنسبه للمتريك كان الام كي اس، ام متر، الام متر والكي اللي هي الكيلوجرام والاس السكند. وعايز اعرف حاجه كومن ما بين الثلاثه، ملاحظ ايه؟ سي جي اس، اف بي اس، ام كي اس، يبقى المفروض مين كومن؟ الاس. الاس دي اللي هي الايه؟ السكند، اللي هي اصلا ميجرنج يونت لمين؟ للتايم. فالمفروض هنختار التايم ان ايه؟ تايم ان سكند. خلاص كده؟
السؤال اللي بعده هنا بيقول لك ايه؟ From the of the figure the measuring unit of the angle theta in the international system. انت معاك الانجل، ممكن في انجل وفي سوليد انجل. الانجل اللي هي ديت دي كده بالنسبه لك اللي هي الانجل، اليونت بتاعتها بايه؟ بالراديان. لكن السوليد انجل دي كانت بايه؟ بالاستريجن. خلاص يبقى انت معاك هنا ديت الفيجر ده ريبريزنت الانجل العاديه، يبقى المفروض تشتغل بايه؟ بالراديان. السؤال اللي بعده هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت معاك 86.2 سنتيمتر ايكوال كام بالنسبه للمتر او كيلومتر او مليمتر او مايكرومتر. ازاي احول من يونت للثانيه؟ تعال نشوف. انت معاك هنا ال 86.2 سنتيمتر، هتبدا انت علشان تشوف الانسر الصح ايه، ابدا حول مره من سنتيمتر لمتر، بعد كده من سنتيمتر لكيلومتر، بعد كده للمليمتر، بعد كده للمايكرو ايه متر، والانسر اللي يطلع عندك اختاره. بمعنى ان انت مثلا علشان تحول من سنتيمتر عايز تجيبها بايه؟ تجيب الفاليو بالمتر، لان انت معاك اول انسر عشان تبدا تشوف هل فعلا الكونفرجن بتاعك الانسر بتاعك اللي هيطلع نفس اللي مكتوب ولا لا. طيب انت علشان تحول من سنتيمتر لمتر هي ايه الطريقه بتاعتنا؟ ركز معايا واعمل ركز معايا. بيقول لك ان انت عشان تحول من سنتيمتر لمتر انت هتعمل تايم ستامب، بس عايز تعرف باور كام بقى. انت معاك بتفتح براكت زي ما انا عامل، انت السنتيمتر عارف ان هو نيجاتيف 2 صح؟ يبقى المفروض تايم ستامب باور نيجاتيف 2. طيب انت معاك ال 86.2 تايم ستامب باور نيجاتيف 2، على الكالكوليتر تطلع ايه؟ معاك 86.2 تايم ستامب باور نيجاتيف 2، يطلع معاك هنا كده ايكوال 0.862 متر. طب شايف الرقم ده؟ انت هنا في الانسر اللي عندك 8.62 متر. طب هل هو اللي طلع معاك؟ لا، يبقى اول واحد ده غلط، ايه ما ينفعش. طيب نشوف اللي بعده، انت عايز تجيبها هنا بايه؟ بالكيلومتر. يبقى تعمل ال 86.2 هنا كده سنتيمتر، عايز تحولها للكيلومتر. انت معاك السنتيمتر هو نيجاتيف 2 من الايه؟ من الميجر يونت الاساسيه اللي هي المتر. طيب الكيلومتر ده عباره عن 10 باور 3، ازاي بقى احول؟ معاك انت هتعمل تايم 10 افتح براكت، معاك هنا نيجاتيف 2 وهنا 3، اعمل بينهم ماينس، يعني نيجاتيف 2 ماينس 3 يعني نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 5. يعني انت هتعمل ال 86.2 باي 10 باور نيجاتيف 5، تطلع كام على الكالكوليتر؟ لو جيت عملتها باور تايم 10 باور نيجاتيف 5 هيطلع عليك على الكالكوليتر ايه؟ 86.2 هيطلع عليك على الكالكوليتر 8.62 تايمز 10 باور نيجاتيف 4، بس ده بايه؟ بالكيلومتر. تعال شوف الانسر اللي فوق، 8.62 باي 10 باور نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 4 كيلومتر. يبقى هو ده الانسر ايه؟ الصح. احنا مش عايزين نحله وخلاص، يعني انا مش هحل معاك السؤال واجري وخلاص، لا، انا عايز افهمك ازاي نحل. طيب هكمل واحول السنتيمتر لمليمتر عشان انت لما يقابلك اي يونت تقدر ان انت تحولها من حاجه لحاجه، تمام؟ انت عايز تحول من ايه؟ من سنتيمتر لمليمتر. يبقى معاك هنا ال 86.2 سنتيمتر، سنتيمتر اللي هو ايه؟ 10 باور نيجاتيف 2، عايز تحوله للمليمتر. طيب المليمتر فيه كام مليون بتاعتك الاساسيه؟ هو عباره عن نيجاتيف 3، فانت على طول هتروح جاي عامل تايمز 10 تفتح ايه؟ باور، تفتح براكت في الباور. معاك انت هنا نيجاتيف 2، معاك هنا نيجاتيف 3، اعمل بينهم ايه؟ اعمل بينهم ماينس، يبقى نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 3 يعني بلس كام؟ بلس 3. طيب ازاي؟ انت معاك نيجاتيف 2 تمام، ماينس كام؟ نيجاتيف 3، نيجاتيف نيجاتيف 3، نيجاتيف في نيجاتيف بينزل ايه؟ بينزل بوزيتيف، فيبقى نيجاتيف 2 بلس كام؟ بلس 3، يعني تطلع كام؟ تطلع باور 1، يعني تطلع كام؟ خلاص؟ طيب لو انت عايز طبعا هتعملها بقى تايمز ال 86.2 تطلع الانسر. طيب انت لو عايز بقى تحولها للمايكروميتر، انا هحل معاك عايزها بالمايكروميتر. انت معاك اهو ال 86.2 سنتيمتر، سنتيمتر قلنا ايه؟ في باور نيجاتيف 2، 10 باور نيجاتيف 2 من اليونت بتاعتك، عايز تحولها للمايكرو ايه؟ لمايكروميتر. يبقى هنا المايكروميتر، علشان تحولها للمايكروميتر، المايكروميتر فيه 10 باور نيجاتيف 6، يبقى هتيجي على طول تعمل ايه الطريقه بتاعتك؟ اي تايمز 10 باور نيجاتيف 2 ماينس 6 يعني نيجاتيف 2 بلس كام؟ بلس 6. طيب نيجاتيف 2 بلس 6 اللي هي 10 باور ايه؟ يبقى تايمز 10 باور 4. خلاص؟ يعني انت الانسر ده الرقم ده هتعمله تايمز 10 باور 4 وتشوف الانسر كام. كده احنا عملنا للايه؟
للفور تشويسز اللي عندك في الانسر، بس هو تاني واحد اللي طلع ايه اللي طلع صح. خلاص كده. في السؤال اللي بعده هنا بيقول لك الفيمتو سكند ايكوال كام مايكرو سكند. انت دلوقتي عايز تحول من الفيمتو سكند لمين؟ للمايكرو سكند. طيب انت عشان تحول من فيمتو سكند لمايكرو سكند، نشوف الفيمتو ده اصلا فيه قد ايه من السكند. هو عباره عن 10 باور نيجاتيف 15. طيب المايكرو ده فيه قد ايه؟ 10 باور نيجاتيف 6. يعني انت هتعمل تايمز 10 افتح ايه براكت نيجاتيف 15 ماينس نيجاتيف 6، يعني نيجاتيف 15 بلس ايه بلس 6. طيب نيجاتيف 15 بلس 6 كام؟ يبقى ها نيجاتيف 9. يبقى المفروض ان انت تايمز 10 باور نيجاتيف 9، يعني الفيمتو سكند ده هو في 10 باور نيجاتيف 9 من مين؟ من المايكرو سكند. السؤال اللي بعده هنا بيقول لك ايه؟ if the volume of an amount of water equal 5 cubic meter then the volume in liters equal كام؟ طيب انت معاك ايه؟ انت معاك ال 1 cubic meter المفروض ان هو فيه كام لتر؟ فيه 1000 ايه؟ 1000 liters، تمام؟ طيب لما اقول لك ان ال 1 cubic meter فيه كام لتر؟ 1000. انت دلوقتي عايز تعرف ال 5 cubic meter فيها قد ايه من الليترز؟ اعمل cross multiplication علشان تلاقي ان انت 5 تايمز كام؟ 5 تايمز 1000، يعني المفروض هتطلع ليك كام؟ 5000. خلاص يبقى تختار 5000. سؤال سهل ما فيهوش اي مشكله. السؤال اللي بعده بيقول لك if the radius of the hydrogen atom is 0.053 nanometer then it is equivalent to mean. مدي لك هنا انسر بالمتر وهنا بالمتر وهنا بالمتر، عايز يعرف مين فيهم صح. يبقى احنا المفروض نحول من نانومتر لايه؟ من نانومتر لمتر. طيب انت معاك دلوقتي ايه؟ معاك 0.053 نانومتر. نانومتر علشان تحولها للمتر المفروض تعمل تايمز كام؟ النانومتر فيه كام متر؟ نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 9. يبقى باي 10 باور نيجاتيف 9. شايف انت دلوقتي الانسر اللي عندك ده هو 0.53 باي 10 باور نيجاتيف 10. المفروض لو كتبتها على الكالكوليتر هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك اللي فوق ده. يعني انت معاك ال 0.053 تايمز 10 باور نيجاتيف 9 هي هي مين؟ هي هي ال 0.53 باي 10 باور نيجاتيف 9. وشايف الانسر الثاني ده؟ ان انت معاك 5.3 باي 10 باور نيجاتيف 11 برضه ايكوال ليهم. شايف ثالث واحد ان هو بقى حرك البوينت كمان، يبقى 53 باي 10 باور نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 12. المفروض ان الثلاثه اصلا ايكوال ايه؟ ايكوال بعض. خلاص كل ده على الكالكوليتر ممكن تظبطه فهتطلع ايه؟ all the properties. السؤال اللي بعده بيقول لك how many bottles of volume معاك الفوليوم دوت اللي هو 10000 سنتيمتر باور سي is enough to fill a tank of capacity كام؟ الكباسيتي بتاع التانك ده 1 كيوبيك متر. انت معاك هنا سنتيمتر باور 3، لازم تحولها لمتر باور 3. ازاي تحول من سنتيمتر باور 3 لمتر باور 3؟ تعال نشوف. انت معاك هنا سنتيمتر باور 3 وهنا متر باور 3. من سنتيمتر لمتر بس المفروض بتعمل ايه؟ باي 10 باور ها نيجاتيف 2. انت دلوقتي بقى هنا ايه؟ باور 3. يبقى النيجاتيف 2 هي كمان هيتحط لها ايه؟ هيتحط لها باور 3. يعني عشان تحول من سنتيمتر لمتر باور، من سنتيمتر باور 3 كيوبيك سنتيمتر للكيوبيك متر، هتعمل باي 10 باور نيجاتيف 2 في 3 كام؟ نيجاتيف 6. يعني انت الرقم بتاعك ده اللي هو 10000 هتعمله باي 10 باور نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 6. طيب ده على الكالكوليتر يطلع كام؟ معاك 10000 تايمز 10 باور نيجاتيف 6. على الكالكوليتر يطلع لك الانسر ده معاك الرقم ده كده 0.01. ده كده انت حولته لايه؟ لمتر باور 3. يبقى انت معاك دلوقتي الفوليوم دوت بايه؟ ب 0.01 متر باور 3. فانت عايز تعرف دلوقتي ايه؟ عايز تعرف هاو ميني بوتلز، البوتلز اللي عندك اللي انت ممكن تشتغل بيها، تمام؟ علشان تملى ايه؟ تملى التانك. التانك ده ليه الكباستي كام؟ 1 كيوبيك متر. طيب انت معاك التوتال، التوتال فوليوم كام؟ 1 كيوبيك متر. انت معاك الفوليوم للبوتل الواحده كام؟ 0.01 متر باور 3. عايز بقى تعرف النمبر بتاعهم، عايز تعرف النمبر بتاعهم. هو انت اصلا بص، انت البوتلز كلها ليها نفس الفوليوم، فانا لو قلت لك انا عايز اعرف التوتال فوليوم كام هتقول لي ايه؟ واحده في النمبر، صح؟
طب انا مديك التوتال ب1 ومديك الواحده منهم، تعالى كده تاني نعملها في تراينجل هنا. لو انا مديك ايه؟ مديك التوتال، لو انا عايز التوتال تمام، لو انا عايز التوتال ومديك النمبر ومديك الفاليو الواحده، هتقول لي ايه؟ التوتال اللي فوق ده هيبقى ايكوال النمبر في الفاليو الايه؟ فاليو واحده بس. فانت لو عايز النمبر بقى هتعمل التوتال ديفايدد ايه؟ فاليو ال1 ال1 بوتل. خلاص. طيب التوتال معاك كام؟ 1. طب فاليو الواحده كام؟ 0.01. يعني هتعمل لي 1 على 0.01 يطلع معاك ايه؟ يطلع معاك 100. يبقى انت هتستخدم كام بوتل؟ 100 بوتلز. خلاص. السؤال ده فكرته مهمه وجميله، يا ريت نركز فيه. في السؤال اللي بعده هنا بيقول لك اف اكس ايكوال كام؟ 10 جرام، والواي ديت 10 كيلوجرام. بيقول لك ذا فاليو اوف الاكس بلس الواي. مبدئيا انت مش هينفع تعمل اكس بلس الواي واليونتس عندك ديفرنت، لازم يبقوا سيم، شبه بعض. انت مثلا ده معاك جرام، ده معاك ايه؟ كيلوجرام. يتحول الجرام للكيلوجرام، يتحول الكيلوجرام لايه؟ لجرام. لو انا مثلا جيت حولت الجرام دوت للكيلوجرام، المفروض عشان تحول من الجرام للكيلوجرام بتعمل باي كام؟ باي 10 باور نيجاتيف 3. انت معاك كام جرام؟ 10. يعني 10 باي 10 باور نيجاتيف 3. طيب ال 10 باي 10 باور نيجاتيف 3 تطلع كام؟ تطلع 0.01 ايه؟ كيلوجرام. جميل. طب لو جربت احول الكيلوجرام، لو هتحول الكيلوجرام الكيلوجرام للجرام، يعني هتعمل باي 10 باور 3. طيب باي 10 باور 3 يطلع لك ايه؟ هيطلع لك انت معاك هنا 10 باي 10 باور 3، يعني هيطلع لك 10 باور كام؟ 10 باور 4 جرام. خلاص. طيب انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز تعمل الاثنين بلس. طيب انت جبت ايه؟ انا ليه اصلا حولت الاثنين؟ لان انت في الانسر هنا في مره بالكيلوجرام في مره بالجرام. فانت عشان تجرب الاول مثلا تعال نجيب بتاع الكيلوجرام ونشوف في انسر موجود ولا مفيش. لو انت مثلا انت حولت ال 10 طلعت من جرام لكيلوجرام 0.01 صح؟ ومعاك الثانيه بايه؟ 10 كيلوجرام، هتعمل بينهم بلس يبقى 10.01. طيب في 10.01 كيلوجرام، تعال نبص كده، هنا 10.1 كيلوجرام، هنا 100.1 جرام، طيب هنا 10.01 كيلوجرام، يبقى فعلا هي دي الاسم. تمام؟ طب افرض انت ما كنتش لقيت بتاعه الكيلوجرام، كنت بقى هتجرب تعمل لي 10 جرام بلس 10 باور 4 جرام، هتعمل الاثنين بلس وتشوف اذا كانت موجوده ولا لا. خلاص كده؟ في السؤال هنا اللي بعده بيقول لك if the measuring unit of a physical quantity is can kilogram per meter dot second square then the dimensional formula is mean. احنا عارفين ان الدايمنشنال فورمولا ديت بنجيبها ديت اصلا بتكون من ثلاث حاجات. في معاك اللينس ال، وفي معاك الماس الام، وفي معاك التايم اللي هو التي. طيب انت معاك هنا كيلوجرام، الكيلوجرام ده يونت مين؟ انت بتشوف ده كيلوجرام اليونت بتاع الايه؟ الماس، يبقى عوض عنه بام. طيب بير معاك انت هنا المتر، المتر ده يونت مين؟ اللينس، يبقى هنحطها ال دوت ايه؟ سكند سكوير، يعني مكان التايم يبقى تايم سكوير. لازم تخليهم كلهم تايمز بعض، يعني معاك الام هتطلع ال باور، هتطلع ال وتغير الساين بتاع الباور يبقى نيجاتيف 1، وتطلع التايم وتغير الساين بتاعت الباور يبقى نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2. طيب هيطلع كده معاك الام دوت ال باور نيجاتيف 1 دوت تي باور نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2، يعني الانسر يبقى بي. خلاص كده؟ السؤال هنا اللي بعده بيقول لك if the dimensions of the quantity a r m l square t power negative 2 and the dimensions of the quantity b are mean m l square t power negative 2. نلاحظ ان الاثنين ايه؟ الاثنين شبه بعض، عشان لو حبينا نعمل add او subtract لازم يبقوا الاثنين ايه؟ شبه بعض، بناخد واحده منهم. تمام؟ then the dimensions of the quantity to be minus a minus a. ادام الاثنين شبه بعض انت بتتعامل بايه؟ شبه بعض، يعني نفس اليونت، يبقى نفس الايه؟ الدايمنشن فورمولا. خلاص؟ فهنختار ايه؟ ام ال سكوير تي باور نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2. لكن لو الاثنين مش نفس الدايمنشن فورمولا، يبقى مش نفس اليونت، فما ينفعش تعمل لهم لا اد ولا سبستراكت، ينفع بس نعمل لهم ايه؟ نعمل لهم تايمز، او نعمل ايه؟ نعمل ديفيجن. خلاص؟ هنا في السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ اف الاكس ايكوال واي تايمز زد، معاك الاكس ايكوال واي في زد. Where the dimensions of the x مديها لك m في l t في t power negative 2 و
ودايمنشن الواي ان باور 0 يعني ان باور 0 اي حاجه باور 0 كام 1 يعني ام باور 0 اكنها 1 اللي تيسك ايه باور نيجاتيف 2 بيسالك على دايمنشنال مين الدايمنشن بتاع الزد هنا انت معاك الاكس ايكوال واي تايمز زد طيب انت شاطر وممكن تجيب لي ايه الزد طيب الزد تبقى ايكوال مين هتودي الواي تحت الاكس بايه بالديفايد يعني اكس ديفايدد واي تعال عوض بالاثنين معاك الاكس الدايمنشن بتاعها ايه ام ال تي باور نيجاتيف 2 طيب ديفايد معاك الواي ايه الواي ام باور 0 ام باور 0 كانها 1 مش موجوده ال تي باور نيجاتيف 2 جميل طب هتعمل ايه معاك انت دلوقتي هنا ديت اصلا كانها 1 تمام معاك ال تحت وال فوق كانسل معاك تي باور نيجاتيف 2 تحت وتي باور نيجاتيف 2 فوق يبقى كانسل يبقى لك ايه بس ام صح يعني كده معاك الام طيب ال ال والتي مش موجودين بس ممكن تحطهم ال باور 0 والتي باور ايه باور 0 لان اي حاجه باور 0 تطلع 1 خلاص تعال نشوف مين اللي موجود اول واحده ام ال تي يبقى ما تنفعش ثاني واحده ام ال باور 0 تي باور 0 صح يبقى هي دي خلاص يبقى احنا نطلع من السؤال ده بايه ان اي حاجه عليها باور 0 سواء من الام او ال او التي ينفع نحطها عادي بس هي اصلا ادام هي باور 0 فالفاليو بتاعتها كام في السؤال هنا اللي بعده بيقول لك ايه which row in the following table describes the dimensions of the quantities shown in the table knowing that the dimensions of x dimension x كام l power 2 t power negative 2 طيب dimension y m l power negative 1 تمام بيقول لك مين في دول صح بقى هنعمل مره x times y y over x x plus y ركز في x plus y ديت هو انت dimensional x equal او شبه similar ل dimension y لا يبقى ما ينفعش نعملهم لا add ولا subtract ينفع بس نعملهم ايه times و division خلاص يبقى المفروض ان انت الاكس والواي ده مش هيطلع لك ايه answer فالمفروض تيجي على ايه ديت شايف مطلع لك answer يبقى ايه دي ما تنفعش بي نفس الكلام مطلع لك answer يبقى بي برضو ما تنفعش تمام يبقى انت بتفكر كده عشان تعرف تحل سي او دي بيقول لك can not be added يبقى ديت فعلا صح كان نوت بي ادد يبقى هي واحده من الاثنين دول ايه الحل بقى ان انت تشوف الاكس واي يطلع لك كام والواي اوفر الاكس يطلع لك كام تعال مثلا نجرب كده هنا الاكس تايمز واي الاكس في الواي انت معاك ايه معاك الاكس اللي هي ال باور 2 ومعاك تي باور نيجاتيف 2 كل ده تايمز مين تايمز الواي الواي اللي هو ام ال باور نيجاتيف 1 طيب ده يطلع لك كام يطلع لك كام تعال نظبطها كده انت معاك هنا ايه في هنا ام مفيش في هنا ام في يبقى ام ام وهنا اصلا مفيش ام لكنها 1 صح يبقى 1 في ام بايه بام طيب في هنا ال سكوير ال باور 2 وهنا ال باور نيجاتيف 1 يبقى ال في ال بال 2 ماينس 1 2 ماينس 1 بايه ب 1 طيب معاك تي باور نيجاتيف 2 مفيش هنا تي فتنزل تي باور نيجاتيف 2 طيب يبقى كده انت جبت الاكس تايمز الواي ام ال تي باور نيجاتيف 2 موجوده فين؟ هنا كده ام ال تي يبقى ما ينفعش هنا ام ال تي باور نيجاتيف 2 يبقى هو ده الانسر الصح. في السؤال ده بيقول لك if the dimensions of a physical quantity مديك ده الدايمنشن بتاعها. Where the x is an integer number ده رقم صحيح تمام؟ So the quantity may be can the force ولا acceleration ولا density ولا velocity. انت معاك الدايمنشن اللي مديهولك للفيزيكال كوانتيتي معاك ايه معاك الام باور اكس ومعاك ال باور اكس ومعاك التي باور نيجاتيف ايه نيجاتيف اكس هو قال لك ان الاكس انتجر نمبر صح يعني رقم صحيح اعتبره مثلا ان الرقم ده 1 يعني الدايمنشن بتاعك يبقى مين ام باور 1 ال باور 1 اكيد طبعا يعني انت مش هتعمل الباور 1 بس انا بفهمك تي باور نيجاتيف 2 جميل تعال نشوف مين في الاربعه دول ليه الدايمنشن في الجرايد بتاعته ديت تعال نشوف الفورس نبدا بالفورس انت معاك ان الفورس ديت هي الماس تايمز ايه تايمز اكسلريشن طيب الماس ده بايه كيلوغرام يعني الدايمنشنال بتاعته ايه الدايمنشن بتاعه الام طيب الاكسلريشن الاكسلريشن ديت هي عباره عن فيلوسيتي على ايه على تايم والفيلوسيتي ديت هي عباره عن ايه ديستانس اوفر تايم في تايم يبقى تايم سكوير يعني الاكسلريشن ديت لو احنا عايزينها
هي عباره عن ايه؟ في ديستنس، الديستنس اللي هي بالمتر اللي هي بتاعت ايه؟ اللينس، يبقى ال بير معاك انت تايم سكوير تي سكوير. طيب يبقى كده الام ال التي سكوير تطلع فوق، يبقى تي باور نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2. شايف ده نفس اللي فوق، يبقى هي سبحان الله طلعت من اول ايه؟ من اول مره بتاعت مين؟ بتاعت الفورس. هنا في اكسلريشن، في دنسي، في فيلوسيتي. لو ما كانش مثلا فورس طلعت، هتبدا بقى تجرب بالاكسلريشن وبالدنسي وبالفيلوسيتي، تشوف مين اللي هيطلع لك نفس الدايمنشن ده. خلاص؟ السؤال اللي بعده بيقول لك the observed table shows the dimensions of the physical quantity x, y, z and k. Which of the following equations may be correct؟ مين في دول صح؟ مبدئيا تعال نشوف كده، ال x مديك ال t power negative 1، ال y ال t power negative 1، ال z ال t power negative 2، ال k b t. طيب انت معاك ال x وال y الاثنين دول ايه؟ شبه بعض. ماشي، بس مش شبه ايه؟ الزد والكي. فان هو يجي يقول لك احنا عايزين نعرف مين في دول ايه اصلا، ممكن يبقى صح. اول واحده بيقول لك الاكس ايكوال واي بلس زد بلس كي، هي واي وزد، واي وزد مش شبه بعض، وزد وكي مش شبه بعض، وواي وكي مش شبه بعض برضه، يبقى المفروض اول واحده ايه؟ غلط، ما ينفعش نعمل ايه. تمام. طيب تاني واحده الاكس ايكوال واي بلس 2 كي، واي بلس زد في كي. طيب زد كي ديت لازم انت تخلصها كده عشان تشوف هي كام. زد تايمز كي، الزد بايه؟ ال تي باور نيجاتيف 2. طب معاك الكي، الكي ده اللي هو تايمز الكي بتي، يعني دلوقتي هتبقى ايكوال مين؟ معاك انت هنا ال ال وهنا التي، هنا نيجاتيف 2 وهنا باور كام؟ باور 1، يعني دلوقتي تطلع نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 1. شايف ده ايه؟ ال تايمز تي باور نيجاتيف 1. طب شايف الاكس والواي؟ ال تي باور نيجاتيف 1، واخد بالك؟ يبقى هي صح. ازاي؟ لان هنا الاكس، الاكس ده ال تي باور نيجاتيف 1، انت معاك الواي ال تي باور نيجاتيف 1 بلس الزد في الكي على بعضها طلعت ب ال تي باور نيجاتيف 1. لما بتعمل اد لاثنين سيميلر بتختار حاجه ايه؟ واحده منهم بس. خلاص؟ يبقى هي تاني ايكويشن ديت ايه؟ كورك. في السؤال اللي بعده هنا بيقول لك وات از ذا ريشيو اوف مين؟ 10 باور نيجاتيف 3 تيرا هرتز، وهنا ديفايد 10 باور 3 كيلو هرتز. طيب تعالى كده نظبطها، انت معاك 10 باور نيجاتيف 3 تيرا، التيرا ده هي عباره عن كام؟ تعالى نشوف، بس بعد ما نكتب تحت 10 باور 3. انت معاك التيرا ده عباره عن 10 باور 12. طيب تحت ده كيلو هرتز، الكيلو عباره عن 10 باور كام؟ 10 باور 3. بس يا سيدي تعالى بقى ظبطها كده، انت معاك هنا بالكالكوليتر عادي هتعمل 10 باور نيجاتيف 3 تايمز 10 باور 12 اوفر كام؟ 10 باور 3 تايمز 10 باور 3 اللي هي 10 باور 6 يعني. كل ده على الكالكوليتر يطلع لك 1 ايه؟ 1000، يعني 10 باور 3، فتختار 10 باور 3. جميل؟ يبقى انت هنا نزلت الارقام زي ما هي، وشفت بقى البرفكس بتاعك تيرا هرتز، حولته للماجنتيود بتاعه 10 باور 12 تحت كيلو هرتز، يبقى 10 باور 3، وظبطت على الكالكوليتر طلع لك الانسر بتاعك. هنا في السؤال اللي بعده بيقول لك 5 values of energy are listed، معاك 5 كيلو جول و 5 ملي جول و 5 ميجا جول و 5 نانو جول. Which of the following represents the ascending order of these energies؟ عايز تعرف الترتيب. ascending يعني ايه؟ انت معاك في ascending وفي descending. ascending ان انت هتبدا من الصغير وتروح لايه؟ للكبير. طيب مين اصغر واحد؟ انت معاك ده كيلو، الكيلو ده اللي هو كام؟ تايمز 10 باور، ها 10 باور 3. طب الملي، الملي ده 10 باور نيجاتيف 3. الميجا لسه قايلين ان الميجا ديت 10 باور 6. النانو 10 باور نيجاتيف 9، نيجاتيف 9 هنا كده نيجاتيف. طيب انت فين اصغر واحده؟ اكيد انت 10 باور نيجاتيف 9، بعدين 10 باور نيجاتيف 3، بعد كده 10 باور 3، بعد كده 10 باور 6، يعني هتبدا بالنانو جول، وبعد كده تروح على مين؟ على الملي جول، وبعد كده تخش على الكيلو جول، وبعد كده تروح للميجا جول. خلاص؟ يعني دلوقتي تختار مين؟ هتبدأ بالنانو. فين النانو؟ في سي وفي بي. طيب بعد النانو مين؟ ملي جول. هنا في ملي جول، هنا في كيلو جول، يبقى بي ما تنفعش، الانسر يبقى ايه؟ يبقى سي، ان انت معاك نانو، بعدين الملي، بعدين الكيلو، بعدين الميجا. نشوف السؤال اللي بعده هنا بيقول لك ايه؟
which product pair of metric perplexes has the greatest magnitude؟ مين في دول اكبر magnitude؟ تمام؟ هنشيل دلوقتي البرفكسس ديت ونعوض بالفاليو بتاعتها ونعمل تايمز ونشوف اكبر رقم مين. معاك البيكو اللي هو 10 باور نيجاتيف 12 تايمز الميجا، الميجا اللي هي كام؟ 10 باور الميجا اللي هي 10 باور ايه؟ 10 باور 6. طيب معاك انت 10 باور نيجاتيف 12 تايمز 10 باور 6 يعني تطلع كام؟ 10 باور نيجاتيف 6 تمام؟ تشوف النانو. نانو في الكيلو، النانو ده 10 باور نيجاتيف 9 تايمز الكيلو اللي هو 10 باور كام؟ 10 باور 3. طيب ما انت كده 10 باور نيجاتيف 9 تايمز 10 باور ايه؟ تايمز 10 باور 3 يعني يطلع لك 10 باور نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 6. طيب معاك هنا ايه؟ مايكرو في جيجا. طيب معاك المايكرو اللي هو 10 باور نيجاتيف 6 تايمز الجيجا، الجيجا اللي هي 10 باور ايه؟ 10 باور 9. طيب ده تايمز ده يطلع لك كام؟ هيطلع لك 10 نيجاتيف 6 بلس 9 يعني تطلع ايه؟ تطلع 3. طيب اخر واحده الملي تايمز التيرا، معاك الملي اللي هي 10 باور نيجاتيف 3 والتيرا اللي هي 10 باور ايه؟ 10 باور 12 يعني تطلع 10 باور كام؟ تطلع 10 باور 9. فديت اكبر ايه؟ اكبر ملي. فدي اللي المفروض ان انت ايه؟ تختار. يبقى انت فكيت كل واحده وبدات ايه؟ تشتغل وتشوف فين اكبر واحده فيه. السؤال اللي بعده هنا بيقول لك which statement using perplexes of the base unit meter is not correct. مين في دول غلط؟ هنا مديك البيكو ميتر، البيكو دوت هو 10 باور نيجاتيف 12 ده صح. طيب في بي مديك هنا نانو ميتر 10 باور نيجاتيف 9 متر صح. ميجا 10 باور 6 متر صح. طيب جيجا، الجيجا ديت هي عباره عن كام؟ 10 باور 10 باور 9 بدالك بايه؟ 12. لا 12 دي بتاعت التيرا، يبقى ديت غلط، يبقى نوت كوريكت. الانسر بي، الانسر كده. الحمد لله يعتبر احنا خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا، حلينا اسئله الام سي كيو بتاعت المعاصر. يا ريت تكونوا استفدتوا من الاسئله ديت والافكار. المهم ان انت بقى الافكار ديت تبدا ان انت تحل ايه؟ تحل بايدك عليها كتير من اي مكان تاني. تمام؟ باذن الله في فيديوهات تانيه هتتعمل للحل، بس برضه هنحل فيها اسئله بنك معرفه. بس باذن الله الفيديو بتاع الاسبوع الجاي ده هيكون فيديو الشرح، هندخل بقى في ليسن 2. خلاص، كان معاكم دكتور مصطفى علي، اتمنى لكم التوفيق باذن الله. مع السلامه.